مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم تحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي والإثارة، انطلاقة شوطنا هنا المنطلقة 22 في مجموعة الشواط هذه الأمسية التراثية الجميلة، وانطلاقة هذا المهرجان المميز الذي نتابعه هنا على أرضية هذا الميدان. نسير معكم هنا بالتحديات، نسير مع القعدان الحجايج التي تنطلق بهذه التحديات والإثارة المتميزة. نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة، هو المركز الأول بأول كيلو منقطع هنا مياس علي بن سعيد بن سالم الزرعي من ينطلق على الصدارة، وعلى المركز الأول يأتي الفارس جاسم بن محمد بن صالح المخيبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هو المنطلق هنا بالانطلاقات مسامح محمد بن ناصر بن مرزوق الدرعي من يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل، بينما المركز الرابع القادم الشارد هنا لسعيد بن سعيد بن السهيل بن القطري الخيالي من يأتينا هنا رابعا، والمركز الخامس لسلان الجبر بن شمسان بن رمزاني النعيمي وشعار بن روية من الجانب الآخر، مهاوش المنطلق من الجانب الآخر هنا أيضا محمد بن أحمد بن محمد بن روية الخيالي قادم بهذه الانطلاقة، وموفق لمحمد بن حمد بن كردوس العامري يأتينا هنا على المركز السابع. المركز الثامن سرابل سالم بن حمد بن سعيد الدرعي منطلقا بهذه الانطلاقة، وغازي فالح بن ياسر بن فالح الشامسي من يأتينا تاسعا، وعلى المركز العاشر نايف سيف بن متعب بن سيف الاجتبي قادم على المركز العاشر. هذه هي الأسماء العشرة المنطلقة، خلف العشرة الأسماء ما شاء الله شعارات قادمة، سيل 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 من المشاركين. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مياس لا زال على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ولكن أرى التسلل من الشارد بدأ يشرد هنا سعيد بن سعيد بن سهيل بن القدري الخيالي من ينطلق على الصدارة على المركز الأول، مياس المركز الثاني هنا علي بن سعيد بن سالم الزرعي، وعلى المركز الثالث مسامح محمد بن ناصر بن مرزوق الدرعي، ولكن الله هنا المتسلل بهذه الانطلاقة موفق محمد بن حمد بن قردوس العامري من تسلل بدوره هذا الانطلاق القادم، هملول أحمد بن حمد بن سعيد الغفيلي القادم بهذا الأداء الجميل، والوصول من نايف سيف متعب بالسيف تبي من يأتينا رابعا، وفي المركز الخامس غازي فالح بن ياسر بن فالح الشومسي، وبالروية هناك مع مهاوش محمد بن أحمد بن محمد بالروية لخيالي من ينطلق مع مهاوش من أيضا سجل نقطة بهذا الشعار بهذه الانطلاقات المسائية الجميلة. القادم هنا القادم كرار حمد بن عبيد بن خلفان الشومسي، ويأتينا هنا صايب الصقر بن خميس بن هنا الجح حافي القادم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. ها هي الانطلاقات مع الكيلو المتر الأخير، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة والأسماء قادمة، ولكن الصدارة مع هملول أحمد بن حمد بن سعيد الغفيلي هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل، بينما هناك القادم نايف سيف بن متعب السيف الاكتبي وكرار كرار حمد بن عبيد بن خلفان الشامسي، وهنا القادم ايضا القادم حوران احمد بن ناصر بن راشد المشرفي القادم بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء الجميل. القادم هنا القادم المهندس حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي يقدم لنا المهندس بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء الجميل، ولكن قرار من غير على الصداره على المقدمه حمد بن عبيد بن خلفان الشامسي من غير، والمهندس القادم هنا بهذا
هذا الانطلاق. حمد بن شطير لسالم الوهيبي، المنافسة بين كرار وبين المهندس، كرار والمهندس، المهندس وكرار بهذا الانطلاق الجميل. الله، التحديات الأخيرة، كرار والمهندس، المهندس وكرار، المنافسة القوية حتى خط النهاية. الله، لمن الفوز، لمن السلام بهذه الانطلاقات. المهندس يتسلل بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات الجميلة إلى منبع السباقة بهذا الانطلاقات. تهانينا لحمد بن شطير بسالم الوهيبي، المركز الثاني كرار، حمد بن عبيد بن خلفان الشامسي، والمركز الثالث بن أتانا. مشاهدينا الكرام، هناك بانطلاقة حوران أحمد بن ناصر بن راشد المشرفي وشاهين، من أتى بالانطلاق لسعود بن عبد الله بن دويس الشامسي، وهناك نايف السيف المتعب السيف لكتبي من حل على المركز. هنا الخامس، نعود مشاهدينا الكرام مع المهندس هنا، والتوقيت الزمني الذي سجل هنا ايضا بهذه الانطلاقه، 5 دقائق التوقيت الزمني هنا، 48 ثانيه وجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس لحمد بن شطير لسالم الوهيبي على هذا الفوز المميز الجلام، والسلامات لاهالي المضيبي واهالي الابيض بالتحديد بهذا الانطلاق. هنا 5 دقائق مع كرار ايضا، وايضا 48 ثانيه، 5 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الاداء لحمد بن عبيد بن قلفان الشامسي هنا بهذه الانطلاقات والتحديات. بينما المركز الثالث 5 دقائق 49 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية كان الانطلاق والتحدي مع حوران لأحمد بن ناصر بن راشد المشرفي، من وصل بهذا الانطلاق وبهذا الأداء المميز الجميل. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.